انتشر فيديو صباح اليوم الاثنين للتيك توكر الشهيرة سارة وهي تبكي في بث مباشر وتعلن وفاة أم السعدية السيدة التي تكفلت برعايتها قبل سنوات. وتعرضت سارة بسبب الفيديو لانتقادات لاذعة من طرف رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين اعتبروا أنها تبحث عن البوز، ومن بينهم الإعلامية المغربية بشرى الضو التي عبرت عن ذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع الانستغرام وكتبت: يا ربي مع من عايشين حنا، عندك الوقت ديري اللايف، انتم الذين تتابعون هذا النوع من المخلوقات والشوية لباس، نحن لسنا حميرا، كفى من البوز الخاوي، دايره لايف باش توريكم السيدة كتموت. الحاصل الله يرحمكم أم السعدية